عندي مشوار كبير ماما. تكلمي معي. لا صعب شوي ماما. حبيبتي انت فوتي تفرجي على التلفزيون، هلا بيطلع افلام كرتون. بس ماجد باع التلفزيون لحتى يشتري لمرته اسواره. مين؟ هي القصه صار لها 20 سنه. جوا في تلفزيون. وين الراديو اللي كان بالمطبخ؟ وينه؟ ليش اصوات طلبال عام؟ ما يرضى فيك الا لا، تخيل تاخذني معك انا تبي انا كذا انا صرت اصوات حماتي هيك ما بيمشي حال. ليش بقى؟ لانه اختي هي اللي قدامي رايحه على الدكتور بدها تشوف ابنها. ايه يا اخي مش فارقه معي. اذا بدك تروحي معها الدكتور مش شكل ابنها. لا 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 ها توبة انا ما بدي اروح انا ما بدي اروح. يا ستي اليوم ابني ماهر رجع من المدرسة وهو حامل مرحة. يا لطيف ما بتتخيلوا قديش كان فرحان فيها. لما طول مرحة بيفرحوا يقبر امه كل يوم والثاني بيعطوا يا مرحة يا امتياز. الله يسلم لك يا رب. معناها بتصرف بالدراسة. اي اي الحمد لله. انا كل ولادي هيك. يا ترى لمين طالعين لامه ولا لابوه؟ اكيد لامه. نحن عنا الذكاء بالوراثه. ليكو امي مثلا صار عمره بحيطان السبعين ما شاء الله وعقله بيوزن بلد. صحيح ليش ما بنشوفها لامه؟ بس بنسمع عنها سمع. لك اه اكعيت فيها غلبت انه تروح معي زيارات. بس هيك سبحان الله هي لها عقليه خاصه. يعني بتحب العزله وما بتحب الاختلاط بالناس. طيب ما بتمل من القعده لوحدها؟ ليش لحتى تمل؟ طول ما انا قاعده بتقرا وبتطالع. نظرت العين هلا بتقرا؟ ايه امي بتحب المطالعه كثير ومو بس هيك احيانا بتكتب كمان. شو بتكتب؟ يعني خواطر ادبيه، محاولات شعريه، شي من هاد. بالفعل انا بحييها على هالروح اللي عندها. يعني وحده غيرها وبعمرها كانت قضتها زيارات ولعب ولطحنة. هذا اذا ما خرفت وصارت تخربط. ايه اوف. ليش هيك سفقتي الباب؟ مو حلو على حس الجيران؟ بعدين ليش فايته انت وعقلتك بوشك شبل؟ تركتي خطيبي ونحشي الخاتم بخلقتي. شو الحكي؟ ايه يبعث له حمص وطلع لي القصر. لا عالي صوتي، ما بدنا حدا من الجيران يسمع، ما بدي اياهم يدروا انك فسختي خطبتك. ليش عم اعمل شيء غلط انا لا سمح الله؟ كل الناس بتنخطب وبتترك. مو ضروري يصير علكه بلسانهم. ليش تركها وليش تركته والحق على مين ومن هالحقيقات مو ضروري. يعني هلا بالاخر ما رح يدروا؟ يدروا بالاخر معليش، احسن ما يدروا بالاول. قليلي مفهوم ما هدنا للخبر ودرسنا كل ابعاده. بضاعة انتم بهالبيت بتحبوا التعتيم، التعتيم على كل شيء.